دونك اليوم عطينا الانطلاقه لواحد المشروع اللي يمكننا نعتبروه مهيكل بالنسبه لهذا المنطقه ديال عماله النصر، ولكن عنده كذلك تاثير على باقي المناطق بما في ذلك الدار البيضاء. الكل يعلم وعاش تجارب مؤسفه ديال الفيضانات ديال واد بوسكوره، ف يعني كان واحد المجهود ديال الدراسات القبليه، ثم الان اعطينا الانطلاقه للجزء الاول، والجزء الثاني سياتي في الشهر المقبل ل يعني الحمايه من الفيضانات ديال واد بوسكوره. والهدف هو ان نمروا من واحد العلاقه اللي نسميوها ديال النزاع بين المواطن والواد الى مرحله ديال التعايش بين المواطن والواد، وهذا كيتطلب الاستثمار اللي كنقوموا به، واللي كما تتبعتم يفوق 100 مليون ديال الدرهم كمرحله، وباقي المراحل مواليه للاشاره غير بالنسبه للخمس سنوات المقبله. ما هو يعني مرصد من امكانيات لحمايه الجهه من الفيضانات يفوق 400 مليار درهم، يعني وعيا بالمخاطر التي يمكنها ان يمكن ان تؤدي بها هذه الفيضانات، لان كاين جفاف ولكن التقلب الجوي كيجعل على ان ملي كتجي الشتاء كتجي بكيفيه قويه وقويه جدا وكتعطي فيضانات، وبالتالي هذا الاستثمار عنده اهميه قصوى لحمايه الاراضي، لحمايه المواطن، ولجعل الواد مرفق للنزهه ومرفق كذلك لاستعمال المياه ديالو في لاغراض يعني طبيعيه، عوض ان يكون عدوا للمواطن من خلال الفيضانات. وشكرا. شعيب طه، رئيس جامعه بوسكوره ونائب برلماني باقليم النواصر. كيف كنشوفوا اليوم الحمد لله التدشين ديال الاشغال ديال واد بوسكوره. واد بوسكوره كنعرفوا كلنا انه كيشكل خطوره على مدينه بوسكوره وعلى الدار البيضاء كذلك، فاحنا هنا هذا المشروع جا باش يحمي مدينه بوسكوره ولا الدار البيضاء من الفيضانات اللي ممكن توقع في هذه المنطقه هذه. التكلفه الاجماليه ديال هاد الاشغال تقريبا غتوصل لواحد 168 مليون ديال الدرهم، تقريبا واحد 17 مليار سنتيم. كاين الشطر الاول 54 مليون ديال الدرهم حسب الاتفاقيه اللي توقعت، هي هذه اللي غادي تبدا الاشغال ديالها. الشطر الثاني حتى هو فيه 54 مليون ديال الدرهم، والاتفاقيه في طور التوقيع قريبا ان شاء الله حتى هي، ودوز الصفقه ديالها. وغتبقى الشطر الثالث اللي غادي تبقى ديك البقيه اللي غتبقى هي تكون في الشطر الثالث. كان هنا واحد العدد ديال المساهمين، منهم وزاره الداخليه، الحوض المائي، مجلس الجهه، مجلس جامعه بوسكوره، عماله اقليم النواصر، مجلس اقليمي، لاليداك، يعني عده فاعلين اللي مشاركين في هذا المشروع هذا. وهذا المشروع كيف كنعرفوا الشطر هذا الشطر غادي يغطي الشطر الاول 4000 متر لينير تقريبا، والشطر الثاني 3000 متر لينير، يعني في حدود بجوج بيناتهم واحد 7000 متر لينير. هذا اللي غادي يفك لنا المشاكل اللي كيعرفها واد بوسكوره حاليا. كيف كتشوفوا انه في الخريطه غادي نخدموا ترونش الاولى وتخدم فيها البليس اللي كيشكلوا خطوره واللي هما ديجا خاوين، وعاود كذلك الشطر الثاني غادي يمشيو البليس اللي كيبقاو خاوين، ومن بعد الشطر الثالث هو اللي غتكون لا كونتينيتي ديال هذا الواد. هذا الخطوره كتجلى دائما في الفيضانات. اولا كاين الفيضانات اللي يمكن تسبب، وكيف كنعرفوا في واحد السنه راه كان غرقات تقريبا المنطقه كلها غرقات، لانه الماء ديال الواد كنعرفوا واد بوسكوره من القديم انه ماشي ساهل، واد اللي الا مشى تحمل راه كيدير بزاف ديال الكوارث. وهذا مشروع اللي الحمد لله كنشكروا جميع الفاعلين على هذه المجهودات اللي داروا، على راسهم السيد عامل اقليم النواصر. وشكرا.